السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بغينا نشارك معكم واحد الخدمه اللي درتها في الباديه، خدمه اللي المسافه تقريبا كانت 150 متر لكل كاميرا. وهادشي علاش بغيت نشارك معكم هاد الخدمه هادي، على حساب هاد المسافه هادي. هاد البوبينه في 500 متر، يعني الله خدمات لينا ثلاثه الكاميرات كما كتشوفوا هنايا. ها هما غادي تلقاوهم دابا، خرجنا ثلاثه الخيوط. ها هي سيدي، شوفوا المسافه فين كدايره، يعني من داك البير غيجي لهاد الدار هنا وغادي يدخل. دونك حنا غادي نرجعوا للبير غنشوفوا هما هادو الخيوط خضرين، هي هادي البوبينه يا خوات. دونك تيرينا تقريبا 150 متر اللي دات لينا كل كاميرا وكثر كاع. هاد الكاميرا عطيناها من الدار انها قريبه للدار، اخرين ثلاثه عطيناهم اليمونطاسيون من البير. هادي خدات الاليمونطاسيون من الدار. علاش درنا هاد الخدمه هادي؟ حيت لا درنا الاليمونطاسيون من الدار ما غاديش يوصلنا، ما غاديش يوصلنا الضوء كافي، وغادي نبقاو نزيدو كما كتعرفوا لي بواط سي ناقصين، غادي نترونو نلقاو مشاكل. دونك الحل اللي كنديرو في حالة الخدمات هادو، كنجيو كنديرو يا اما اليمونطاسيون ديال 220 كنجيبو هنا، والبواطا كنديرو فيها ترونسفوات، واما كنشوف المسافه قريبه كما درت انا هنايا. يعني في البيض درت واحد الكوفري وحطيت فيه الاليمونطاسيون، برونشيت الاليمونطاسيون، ولتحت في الدار تحت اللي درت الدي في ام محسب السرقه. هذه غير هي واحد الملاحظه اللي بغيت نقول لكم، يعني بالنسبه للدوميغا فاش كنبغيو نخدموا الدوميغا، يعني كنحاولوا ناخذوا السيره ديال 1200، يعني واحد الماركه اللي كتكون حديد بحال هذا الشكل، هذا كتكون فيها الصوره زوينه وكاليتي زوينه وكتضرب مده طويله كما كتشوفوا فيها. يعني حتى الخدمه حاول بنادم يعني يدير لي ستيك ديالو، حيت الخدمه هي اللي كتجيب لك الخدمه. على بالك انت خدام شي خدمه نقيه اندستريال، يعني هي اللي غتجيب لك كليون، راه ماشي واحد اللي غيجيب لك كليون ولا شي واحد، راه تبقى خدام واحد المده طويله، ولكن راه ما غاديش تكون عندك واحد السمعه. يعني الا كنتي خدام واحد الخدمه زوينه ونقيه وتحاول كل كاميرا دير لها ليكليراج ديالها اللي غيعاونها بالليل، ولو تكون كتشد بالليل حاول دير لها اكليراج بالطاقه الشمسيه، شي حلول يعني يكونوا زوينين للكليان، باش كي نتايا كتكون عندك واحد البروفيسيوناليتي في الخدمه، وكتكون واحد الجديه، واحد المعقول، واحد بحال الحوايج هادو هما اللي كيخليوك يعني كتكسب الخدمه. وثانيا كتخمم في الكليون، يعني حتى في الحوايج، يعني جات الشفرات لي الدار، شوفوا الدي في ار فين داتو، يعني هاد الشفاره اللي غيشفر فيها هي وما غاديش يلقى الدي في ار، لانه غيكون مع المواعل تحت في البوطاج، يعني هما كما كتشوفوا في الخاشيه. وكنا خدمنا ليها واحد الخدمه اخرى حتى هي اللي في الاول اللي خدمنا ليها الفيلا ديالها، هذيك اليمونطاسيون ديال كاميرا وحده، الشيء كما كتشوفوا خيط بيض كاميرا وحده، ودوك خيوط خضرين راجعين من الفوق ديال ثلاثه الكاميرات. والخدمه الاخرى اللي خدمنا لها في الجهه الاخرى كما كنوريها لكم دابا، يا نتوما غادي تشوفوها خدمنا لها شحال هذا، يعني حتى هي ابارون وكل شيء، يعني ها هي كما كتشوفوا، يعني حتى الدي في ار هو مخزون الفوق، يعني في حاله ما تسرق لينا هذا كاع راه كاين الاخر مخزون، وكاينين سيكيوريتيات اخرى اللي دايرينهم على حساب هاد الحوايج ديال السرقه هذه. المهم بغينا نشاركوا معكم هذا الفيديو، لعل وعسى نقدم لكم شي معلومه اللي تكون مفيده اللي يقدر يستفد منها شي واحد. المهم كان معكم تسلم عبد اللطيف، الله يعاونكم، السلام عليكم.